مين يقدر يوقف النادي الاهلي يا كابتن مسعد؟ ربنا. للدرجه دي؟ بص الثقه خلاص موجوده. اه الاداء موجود، اللعيبه كلها النغمه عليت قوي. النهارده تقريبا 90% من الفرق راحه خسرانه. ليه؟ من النغمه اللي الناس بتتداولها. الاهلي بيأدي بشكل رائع وبيأدي بشكل مميز جدا، لكن هو ايه، مش هبقى احسن من اللي قبلي، مش هبقى احسن من اللي سبقون. هو دلوقتي اللي عايز يعمل انجاز يتعادل مع النادي الاهلي. يعني كل الفرق اللي كانت زمان بتطمع في الاهلي والزمالك في المباريات الكبيره، دلوقتي اللي عايز يعمل انجاز يتعادل مع النادي الاهلي عشان يوقف سلسله الانتصارات المتتاليه. لكن الاهلي خلاص عنده الثقه وعنده اللعيبه كلها بقى عندها هارموني. اي حد الراجل اللي هي ماشيه. امتى الزمالك يوصل للحلقه اللي وصل ليها النادي الاهلي؟ امتى الزمالك؟ اتخيل الاسبوع ده مهم جدا في حاله نادي الزمالك. ممكن، لان الاسبوع ده فيه بطولتين. انتوا عملتوها ايام فييرا على فكره. لما انت كنت مدرب عام يعني. لا كانت كده طبعا. كان في طبعا مكسب. عندنا الدور يعني يمكن الدوري كان مجموعتين. الدور كله تقريبا 15 انتصار او 14 انتصار، كان بما فيهم ماتشين حتى اللي انت مسكتهم. بالظبط. كانت البدايه، فكان عندنا لا الحمد لله فتره كويسه. الراحه النفسيه يا مهيب والهدوء النفسي اللي بيبقى عند اللعيبه من الاداء ومن ثقه المدير الفني في كل مجموعه اللعيبه تقدر تخلي. لكن الزمالك يقدر الاسبوع دوت يمسك الخط ده بشكل كويس جدا، يرجع للدوري المحلي يقدر يظهر بشكل تاني خالص. يعني الزمالك يقدر ولا قدر الله لو ما قدرش هيبقى الموضوع صعب يعني.